أين بالوعود ديال الوزارة الأخيرة، الوعد ديال الوفاء اللي منذ سنة 2012 اللي طلبنا منه أنه يحذف السلم تسعود، لكن للأسف ما تم استجابة لهذا المطلب ديالها. وهذه الوقفة رقم 8، وحنا كنطلبوا أنه هذه الزنزانة ديال العار اللي هي عيب وعار على وزارة التربية الوطنية، أنه أساتذة ذوي كفاءة عالية اللي دوزوا سنتين ديال التكوين واللي منهم حاملي شهادات ديال الإجازة وشهادات عليا، لم يتم استجابة للمطلب ديالهم أنهم تحرير من الزنزانة تسعود. المطلب ديالنا واضح وباين، أننا نطالب بأثر رجعي ومالي، ترقية استثنائية بأرجاء رجعي ومالي منذ سنة 2012-2013، السنة اللي بدأت فيها الدولة كتوظف أساتذة بسلم 10، ومازال السلم تسعود عار وعيب على هذه الوزارة هذه، أنها الملف ديالنا لا يتطلب الا جرأة وشجاعة من طرف الوزير. حنا الان كنجسدوا واحد المبيت امام البرلمان، هلا وعسى يتنازلوا الوزارة اللي كتنهج معنا الاذان الصماء وما بغاش تحاور معنا. كاين غير وعود كاذبة كيوهمونا بترقية وهمية بامتحانات على اساس اننا ما دوزناش التكوين، وحنا دوزنا التكوين مدة سنة وشأننا شأن الأساسي دا إلى آخره. كل ما نطالب هو العدل، هو الحق ديالنا لا غير، كفى من هذه المزالة. هذه رسالة كنوجهها لوزارة التربية الوطنية بالخصوص ولرئاسة الحكومة وجميع الضمائر الحية، لأن عندها غير على هذه البلاد ديالنا وغير على التعليم ديالنا. المعركة نضالها إلى الأمام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.